أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدرت بورصة البحرين تقرير الأداء الأسبوعي للبورصة الذي يشمل أهم المؤشرات لحركة التداول خلال هذا الأسبوع. مشاهدينا التفاصيل في العرض التالي. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 70 عطاء ل16 مناقصة مطروحة من 9 جهات متصرفة. التقرير التالي مشاهدينا يستعرض التفاصيل. فتح مجلس المناقصات والمزايدات خلال الأسبوع الجاري مظاريف 70 عطاء لعدد 16 مناقصة مطروحة من 9 جهات متصرفة. ومن أبرز المناقصات الذي تضمنت جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للأعمال الرئيسية لمشروع تطوير شارع الفاتح، وذلك بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. كما شهدت جلسات فتح العطاءات لهذا الأسبوع فتح 10 مناقصات إلكترونية، مما يؤكد على مضي المجلس قدماً في التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة الإلكترونية، وذلك تمهيداً للتحول الرقمي الذكي لأنظمة المشتريات. وننتقل مشاهدينا إلى أبرز العملات. أكدت جمعية الاقتصاديين البحرينية أهمية استدامة الصناديق التقاعدية، حيث يسهم ذلك في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أهمية القيام بإصلاحات عاجلة وضرورية وفق المعطيات الحالية للصناديق التقاعدية لتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين وأسرهم. مشاهدينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية. دكتور علي، بعد التحية، حدثنا عن أهمية دور إصلاحات أنظمة التقاعد والتأمين والمعمول بها في البحرين وكيفية محافظتها على التوازن بين الاشتراكات والمزايا واستدامة الصناديق أيضا. في البداية أحييك وأحيي مشاهدي الكرام. نعم. تتبع صناديق التقاعد في البحرين نظام المزايا المحددة، وهو نظام تدفع بموجبه مزايا محددة مسبقا للمشتركين باستخدام معادلات تدخل فيها معدلات سنوات الخدمة والدخل. وهذا النظام يعتبر نظام مستقر نوعا ما ومضمون، حيث تقوم أو يقوم فيه الكفيل، وهني مثلا في وضعنا الدولة
بدعم الصندوق في حالات العجز المالي. نعم. عامة العجز المالي يكون في لما يكون مثلا مردود الاستثمار متراجع او من المصروفات والمزايا مرتفعة. نعم. هذا مقارنة بالنظام المعمول في دول ثانية اللي هو الاشتراك المحدد الذي يعني يحدد فيه المزايا التقاعد بالمبلغ المدفوع في البداية مع العائد على الاستثمار. فلو تراجع العائد على الاستثمار او تراجع مستوى الريزيرف الموجود هذا معناته انه ينخفض العائد على المشتري. ولو ننظر اليوم الى الاقتصاد العالمي وخاصه بعد الازمه الماليه العالميه نجد ان في تغير في الاقتصاد بشكل كبير وفي النمو الاقتصادي والاسواق والمردود على الاسواق. فلو ننظر الى الدول اللي كانت تنمو الدول الناشئه والعوائد اللي كانت تعطيها نرى ان هذه بعد 2008 صار فيها تراجع وصار العوائد على الاستثمار فيها متراجع. نعم، كيف تصدت المبادرات الاقتصاديه في المملكه لتاثيرات جائحه فيروس كورونا على الاقتصاد المحلي دكتور؟ ركزت الحزمه الماليه والاقتصاديه اللي تبنتها المملكه على التخفيف من هذه الجائحة التي نعم. كان لها دور تداعيات غير مسبوقة يعني على الاقتصاد البحريني وعلى العالم بشكل عام وبخاصة القطاع الخاص ويعني والمؤسسات الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال اللي المملكة استثمرت فيهم بشكل كبير على مدى العقود بجعل هذه المؤسسات المحرك يعني حقيقة الاقتصاد وتنويع الاقتصاد تماشيا مع الاستراتيجية. نعم 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 الدكتور علي المولاني رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، شكرا جزيلا لك. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. سلا تطور سياراتها الذاتية القيادة وتدعم الذكاء الاصطناعي. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقيدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1286 نقطة بارتفاع بنسبة 23%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,700,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 300,000 دينار تم تنفيذها من خلال 40 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة مشاهدينا إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت على تباين بين صعود ونزول، وكانت أبرز المتقدمين في نهاية تداولات هذا الأسبوع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع بنسبة ثلث نقطة مئوية تقريبا. أكدت جمعية مصارف البحرين أن المؤسسات المصرفية والمالية البحرينية تمكنت خلال فترة وجيزة من تقديم الكثير من الخدمات الرقمية الإضافية للعملاء بما يلبي الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرة الجمعية إلى أن ذلك ما كان لا يحدث بهذه السرعة لولا الاستثمار الكبير الذي قامت به تلك المؤسسات على مدى الأعوام السابقة في مجال التحول الرقمي. وقال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية إن جميع المصارف البحرينية واصلت عملها وخدماتها دون أي انقطاع ودون أن يشعر متلقو الخدمة بتأخر إنجاز معاملاتهم، وحافظت في الوقت ذاته على أعلى درجات الأمن الإلكتروني والسيبراني، حيث كانت جائحة كورونا فرصة أخرى دفعت المصارف لتقديم خدمات رقمية أكثر سرعة وموثوقية.
أعلنت شركة بتلكو تأسيس جلوبال زون في دولة الكويت، والتي تعتبر بمثابة منصة عبور دولية توفر النظام البيئي المناسب وتدعم التحول الرقمي بين دول المنطقة. واختارت بتلكو شركة أوريدو شريكا استراتيجيا لتمكين التوسع في المنطقة لمنصة جلوبال زون، ولدعم احتياجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنامية على الصعيد الإقليمي، والذي يتماشى مع استراتيجية بتلكو الرامية إلى تلبية المتطلبات المتنامية للبيانات الإقليمية. ظهر مؤشر IHS ماركت لمديرية المشتريات في دبي تحسن النشاط الاقتصادي في يونيو الماضي مع تخفيف قيود الحظر. وكشف المؤشر أن بعض القطاعات أظهرت علامات تعافٍ إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا، فيما بقت قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة تعاني تبعات الإغلاق ووقف الطيران في الفترة الأخيرة. كما أظهر المؤشر تحسن القطاع غير النفطي في منطقة الشرق الأوسط في يونيو، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير الماضي. أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أن شركته قريبة جدا من تطوير سيارات ذاتية القيادة، مع تحديد أساسيات هذه التكنولوجيا في وقت لاحق من هذا العام. وقال ماسك في مشاركة عبر الفيديو بمؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في شنغهاي إن شركة تصنيع السيارات الكهربائية قامت بحل معظم التحديات الأساسية نحو تحقيق المستوى الخامس من السيارات ذاتية القيادة، أو ما يعتبر بمركبة لا تحتاج لشخص وراء المقود.